السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اختي ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دائما. وانتم كتشاهدوا الفيديوهات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد اختي. كنتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فالمهم البنات، بغيت اختي نخرج اول حاجه نسخر اليوم، تشهينا نديرو شويه العدس وندير معاه السردين. شحال هادي والله الا ما درتو. واليوم اختي قلت جات النوبه ديالو، ان شاء الله غندير غير شويه العدس، غندير السردين. باغا نخرج ان شاء الله نتسخر في العشيه، باغا نمشي نتسخر. وعيطت لفاطمه زهراء صاحبتي قلت لها اختي وجدي بكري وخرجي معايا، كنبغي هكا ملي كنبغي نتقداو شي حاجه كنبغي نكونوا مع بعضياتنا، وحده فينا كتعطي هكا الاخرى افكار وكنتعاونوا اختي. وهذا الشيء اللي كاين. فالمهم قبل البنات، بغيت نجاوب على هاد الشبيكات هادو اللي عندي هنايا، جاني عليهم واحد التساؤل. واحد الاخت قالت لي عافاك صوريهم ليا عن قرب، فهما هادو اختي، كنتمنى انهم يكونوا واضحين ليك. بالنسبه لبنات لهاد السيبه وهادي بالشبيكات ديالها، انا راه خديتهم من عند واحد السيد كاين في شارع التوب، بطبيعه الحال دوار شيخ مفضل في مدينه صلا، كنت خديتهم من عنده. هو اي حاجه احتاجيتي من ايكيا كيجيبها لك، والصراحه كيدير ثمن زوين، يعني كيبيع لك بالثمن ديال ايكيا، الا زاد كيزيد عليك واحد 5 ديال الدراهم ولا هذا، المهم ما كيزيدش بزاف على الثمن ديال ايكيا. وكانوا عجبوني، هو اللي جابهم ليا، يعني راه كان جاب ليا بلات ها نتوما، كان جاب ليا هاد السليلات هادو هكا، ها نتوما راه السليلات بوحديهم، وعاد هاد لي بو هادو حتى هما بوحدهم، ها هما نتوما البنات راه فيهم هنايا انهم ديال ايكيا. وهادو انا راه شريتهم بوحدهم، شريتهم غير ب10 دراهم الوحيده، تنخشيهم فيهم هكا كيجيو بحال اللوايه، كيعطيو منظر زوين. وبالنسبه لهاد الشبيكات راه كيمشيو بوحدهم بهاد السيبور ديالهم باش كيتعلقوا، شتيو؟ وهاد لي بو هادو اللي في الضو غير راهم بوحدهم، يعني كل حاجه كيجيبها لك بوحدها. نرجعوها، وعاد عاوتاني كاينه هادي، فبالنسبه لهادي حتى هادو راه شبيكه طويله بوحدها، عندها سيبور منين كتعلق، يعني كل حاجه بوحدها. وهاد السيبوره ديالهم عاود فاش اللي لاصقه في الحيط خديتها بوحدها، يعني كل حاجه في هادو كتشرب بوحدها. القريعات وهادي القريعات الا بقيت عاقله وقيلا خديتهم حتى هما من شارع التوب من عند اوسكار ديكو، وهادي كنت خديتها من مرجان. فالمهم راكم عارفين ملي كتبغي تصاوبي شي ديكور كتبقاي تناسقي، كتاخدي هاد الحويجه من هنا وهاد الحويجه من هنا، وهذا الشيء اللي كاين اختي. كنتمنى اني نكون جاوبت. وبالنسبه للثمن ديالهم والله ما عقلت على الثمن. فالمهم راه الا دخلتوا غير لجوجل وتكتبوا هكا ايكيا، راه كيطلع لكم السيت ديال ايكيا، فيه الاثمنه ديال كلشي، كاع داكشي اللي تبغي تعرفوا كتلقاو الاثمنه ديالو. اولا انا دابا نشوف مع الفيديو ديالهم، غنكون مسحتو مع الفيديوهات اللي حيت. المهم البنات، بعدا واحد القضيه، بزاف منكم في التعاليق قالوا لي علاش مسحتي الفيديوهات، كان عليك تخليهم في الخاص. انا فعلا البنات راه مسحتهم من اليوتيوب، يعني ما خليتهمش هكا باينين، انا حيدتهم رجعتهم بخيفي عندي، يعني ما يقدي يشوفهم حتى واحد من غيري انا، باش هكا بحال اللي قلتوا لي. يعني صحيت بزاف منكم كانوا كيقولوا لي عافاك ما تضيعيناش دوك الوصفات، فيها كاين وصفات اللي هما زوينين. انا كل مره غنحاول نبقى ناخذ وصفه، نحيد دوك المقاطع اللي كنت باينه فيهم بلا فولار وندخل لكم الوصفه، باش ان شاء الله ما نضيعوش في دوك الوصفات وما نضيعش حتى انا في دوك الفيديوهات. الله يحفظكم ولهلي خطيكم. غادي نخرج ان شاء الله نمشي بعدا نسخر، نرجع نطيب غديوتي، غنحاول نشوف واش نشارك معكم شي وصفه اولا ناخذ نيت شي وصفه من الفيديوهات اللي باقين عندي. المهم ضروري خصني نعطيكم شي وصفه هكا باش حتى نتوما تستافدوا منها، وان شاء الله نخرجكم معايا مباشره. البنات تزنا باش نوجدوا ان شاء الله الكيك ديالنا، انا غادي نخدمه غير في الخلاط الكهربائي، بغيتو تستعملوا الباطور تقدروا تستعملوه. اول حاجه غادي نحتاج في هذا الكيك هذا عندي 4 ديال الحبات ديال البيض، ودائما البنات من الاحسن ان البيض اللي نخدموا به الكيك ديالنا يكون بحراره المطبخ، وحتى الا كان عندكم هكا البيض في الثلاجه غير خرجوه قبل هكا بواحد نص ساعه ولا واحد الساعه، خليوه محطوط في المطبخ ديالكم باش كتحيد منه ديك البروده، اولا نديروا واحد الطويصه هكا فيها شويه ديال الماء ما يكون سخون بزاف، ونخشيو فيها داك البيض غير باش نحيدوا له ديك ديك البروده عفوا. زدت هنايا قبيصه ديال الملح، وغادي نزيد كاس للعبار ديال العنبه ديال السكر سنيده، صافي. غادي نخلي هاد العناصر هادي غادي نديرها في الباطور، نخليها تخدم مزيان البنات حتى كيبان ليا اللون ديال الخليط ديالنا تبدل، يعني ولا ابيض
عاد ان شاء الله غادي نبدا نضيف في الزيت. وهنا مباشره غادي نضيف واحد الكاس لاروب ديال الزيت نباتيه. كنبقى نضيف الزيت شويه بشويه وانا مخدمه الخلاط ديالي باش كينسجم ليه هذا البيض هذا الزيت عفوا مزيان مع الخليط ديال البيض والسكر. ايضا البنات غادي نضيف للخليط ديالي جوج ساشيات ديال السكر دالفاني، ودائما والخلاط ديالي خدام باش انا كنضيف المكونات وهما كيتخلطوا مع بعضياتهم بشكل جيد. وعندنا كذلك كاس ديال الحليب، حتى الحليب البنات خصو يكون بحراره المطبخ، وإلا كان عندكم في الثلاجه من الاحسن انكم ديروا هكا في واحد الكاسرونه ودفيو غير واحد شويه، يعني غير كنحيدوا منه البروده، يعني ما نديروش المكونات في الكيك يكونوا باردين باش هكا كينجح معكم الكيك 100%. صافي. وغادي نزيد كذلك واحد ياغورت بالنكهه ديال الفاني، تقدروا ديروا ياغورت طبيعي، انا كنفضل هكا ياغورت بالنكهه ديال الفاني باش كيعطيني مذاق اكثر. وصافي الزوينات ديالي هنايا غادي نزيد نخدم هكا بالخلاط باش ينسجم لي حتى داك الياغورت والحليب مع المكونات مزيان. صافي الله يجعل البركه، كلشي تخلط. دابا غادي نحيد هكا الخلاط نكمل فيه الطريقه ديالنا ان شاء الله ديال الكيك. ها نتوما البنات شوفوا الخليط كيفاش كيولي، يعني ضروري قد ما خدمتوا هاد المكونات في الاول مزيان قد ما كيجيكم الكيك ديالكم مهوي اكثر وكينجح معكم بطبيعه الحال. وهنا مباشره دزت باش غادي ندخل هكا الكميه ديال الطحين اللي غتكفاني في الكيك. فبالنسبه لبنات الكيك انا دابا هنا راه درت جوج ديال الكيسان بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، غادي ندخلهم وانا كنغربل فيهم دائما وكنستعن غير بالفوي، يعني كندخل الطحين غير بالفوي. غادي نشوف شحال غادي نزيد في الكميه ديال الدقيق ونكمل معاكم. فهنا البنات كملت الكميه اللي عندي ديال الدقيق وبان لي باقي ناقصني شويه ديال الدقيق، راه زدت كاس لاروب وثلاثة ديال لي ساشي ديال الخمارة الخاصين بالحلويات، حيت هاد الكيك البنات راه كيك ما شاء الله اللي هو عائلي، يعني كيك اللي كبير شوية فيه ربعة البيضات، كاس الحليب، كاس لاروب الزيت، كاس ديال ياغورت، يعني راه كيهزنا شوية الدقيق. مباشرة الزوينات ديالي خديت واحد زليفة اللي غادي ندير فيها شوية من الخليط ديال الكيك ديالنا بطبيعة الحال حتى كمل الطحين الخمارات كلشي، يعني الخليط ديالنا راه جاهز وكنقص منه قياس ديال واحد الزلافة لاروب. وخديت واحد جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو بطبيعة الحال الكاكاو المر، الا ما كانش متوفر عندكم هكا ساشيات تقدروا ديروا هكا واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال الكاكاو، ومن الاحسن البنات حتى الكاكاو ديالكم انكم تغربلوه باش هكا ما كيبقاش لكم محبب وكيعذبكم باش تدخلوه في الخليط ديال الكيك. صافي غادي نخلط هاد الخليط هذا مزيان هكا مع الكاكاو حتى ينسجموا لي مع بعضياتهم. وضروري البنات مني كنضيفوا الكاكاو كنزيدوا هكا واحد شويه ديال الحليب، حنا عارفين ان الخليط ديالنا يعني مدخلين فيه الكميه ديال الدقيق الكافي، الا زدنا فيه الكاكاو غادي يعقد لنا الخليط ديالنا وغتجينا هاد الطبقه هذه اللي فيها الكاكاو بحال مدقصه، يعني ضروري مني تزيدوا الكاكاو زيدوا شويه ديال الحليب باش كتقادوا القوام ديال الكيك ديالكم. صافي هنا مباشره خديت المول اللي غندير فيه الكيك، انا غالبا كنخدم بهذا المول ديال الجرانيت، راه عندي البنات عندي لي مول اخرين ولكن ديال الالومنيوم الصراحه مابقيتش كنبغي نستعملهم بزاف، وهادو ديال الجرانيت قلت ندير هكا شي وقيات نشوف شي واحد اخر هكا في شكل اخر، مهم هذا اللي عندي حاليا وصراحه كيجي حتى هو المنظر ديالو زوين. دهنته بالزبده مزيان كندخلو الزبده في ديك الحفيرات ورشيته بالدقيق. غادي ناخذ هكا الكيك اولا العجينه ديال الكيك ديالنا هذه اللي بالمذاق ديال الفاني، كندير نص ديال الكميه. هذا الكيك البنات انا كنقول ليه كيك ديال الزمن الجميل، الكيك اللي كانوا كيديروا لنا الامهات ديالنا، كيجي البنات زوين بزاف لا في الشكل ولا في المذاق، صراحه كيك اللي هو عادي وكيجي لذيذ. صافي وخديت الخليط اللي ديال الكيك ديالنا اللي بالمذاق ديال الشوكولات اولا بالكاكاو وغادي نوزعو هكا في الوسط.
هانتوما صراحه كتجي هاد الكيك فيها واحد الزواقه زوينه، انا كتعجبني بزاف، كتفكرني حتى في الوالده ديالي كانت ديما كدير لنا هاد الكيك. ومباشره غادي نغطي بالكميه اللي بقات لنا ديال الخليط ديال الكيك، يعني الكميه ديال الخليط اللي بالمذاق ديال الفاني. فشوفوا ما شاء الله البنات غير القوام ديال الكيك، يعني الكيك ملي كنخدموها مزيان كنحصلوا على واحد القوام اللي هو زوين، ومني كطيب لنا الكيك ديالنا كتجي مهويه وكتجي يعني هكا منفوخه وزوينه. صافي دابا غادي ندخل ان شاء الله الكيك ديالي للفران باش يطيب. بالنسبه للكيك دائما كنقولها لكم كنطيبوه في الفران بارد، غادي نشعل عليه من التحت، كندير العافيه مهيله اللي عندها الفران ديال الضو دير 170 اولا 180 درجه حتى يطلع، ونشعلو عليه من الوجه باش يكمل الطياب ديالو. وهنا الكيك ديالنا من بعد ما طابت فشوفوا ما شاء الله كتجي طالعه البنات، وراه غنقطع معكم طريف باش تشوفوها حتى من الداخل. خديت غير واحد شويه ديال الشكلاط كحل ذوبته وزدت له شويه ديال الحليب باش كنخفف شويه داك الشكلاط، وكنحصلوا على واحد الصوص ديال الشوكولا اللي كتجي خفيفه وكيجي القوام ديالها هكا شويه خفيف باش كتهبط لينا في دوك الحفيرات ديال المول. فبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري فقط، كتبقى كافكار. غادي ندير هكا غير من الفوق على الكيك وكنخلي داك الشكلاط كيسيح مع دوك الحفيرات اللي في الكيك ديالنا. صافي وهنايا خديت شويه ديال لوز ايفيلي غادي نوزعو فوق داك الشكلاط باش كيعطيني غير واحد الجماليه. حنا كنعرفوا ان كنصاوبوا حويجه يعني كنصاوبوها وكنضربوا عليها تماره، فما فيها باس نزينوها ونعطيوها واحد الشكل زوين باش كتجي هكا حتى في الشوفه ما شاء الله زوينه وكتجي كتشهي. وكان هذا هو الشكل النهائي اختي ديال الكيك ديالنا، كيك يومي اقتصادي، شي حاجه اللي كتجي زوينه البنات وكيجي ما شاء الله هذا الكيك هذا طالع. وبحال اللي قلت لكم راه حجم عائلي، فغادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الكيك ديالنا حتى من الداخل. هانتوما انا اختي غنقطع معكم واحد الطريف ضروري، كنبغي نوريكم الكيك هكا حتى من الداخل. شوفوا اختي الكيك ديالنا ما شاء الله كيفاش جات زوينه بزاف، وبحال اللي قلت لكم سبحان الله العظيم هاد الزواقه ديال الكيك عندها ذكريات، ما كاينش فينا اللي ما كلاتش اختي هاد الكيك في الصغر ديالها، ما وجداتوش لها هكا الوالده ديالها ولا الاخت ديالها الكبيره في الدار. فضروري فشي حاجه اللي زوينه وكتفكرنا في ايام الطفوله. كنتمنى اختي ان شاء الله انكم تجربوا هاد الكيك، والله يحفظ لكم الامهات ديالكم واللي الام ديالها متوفيه الله يرحمها ويجعلها من اهل الجنه. صافي كانت هذه هي الوصفه ديالنا اليوم، فبحال اللي قلت لكم حاولت اني ناخذ هكا هاد الوصفه هذه ونعاود نتقاسمها معكم باش تستافدوا منها. دابا غادي ان شاء الله تجي عندي فاطمه زهراء صاحبتي وغنخرج انا وياها، وضروري اختي غنديوكم معانا. سواد جيت اختي عند منير، حنا ضروري كنجيو شاري حتى ضروري ضروري منير كيتصاوب معنا في الثمن وديما تلقى عنده الجديد. كنلقاو عنده طويجات اليوم هذا بحال دابا هذه البالطو اها بغيت نعاود نقاد ان شاء الله. وهذه عجبتني جدي كل مره كنت بغيت ناخذها، وعرفت شنو بقى ما بقيتش ديتها، شنو خديت اخرو هذه بغيت دابا نديرها في داك الكرياج اللي داير لي أيه باش أيه. ميبقاش يبان الشارع. صافي واخا تجيك فنه ما شاء الله، والخضور اصلا زوينه ياك. صافي انت ذوقك زوين، وغادا تاخذي الكراسه كتعاونيني عاد تاخذي الكراسه وداك الشيء الكراسه اللي كانوا عندي تهلسه. صافي لا زوينه غير خوديها حتى الثمن غيتصاوب معنا ان شاء الله. معنا منير في الاخر غنقول لكم الثمن يلاه صافي. والمهم البنات بالنسبه لهاد الديكورات هادو اللي لصقت في الثلاجه وسولتوني عليهم بزاف، كنت نيت خديتهم انا وفاطمه الزهراء صاحبتي. ها انتم البنات ها هما راه باقيين عنده راه ب 20 درهم. ها انتم بحال هذه دابا، ها انتم ها هي الزواقه ديالها، يا هذه اللي مرسومه هنا في الثلاجه باش نوريكم الاخرى. كاينه عاود هذه، شوفوا هذه كتجي هكا، راه كاين عنده البنات شكيلات، راه غير مهم كل وحده غتاخذ الشكيل اللي عجبها. هادو غير بحال هادو كنيت، كاين عاود هاد الموديل هذا، شوفوا هاد البنات ها هو هانتوما هي، كيعطيوكم الرسمه هنايا في الثلاجه وكتبعي لها وكتلصقي في الثلاجه ديالك. فالمهم باش ما نطولش عليكم اختي بزاف، هادو راه داير لهم منير 20 درهم. وكاينين هادو حتى هما اللي كنتو سولتوني عليهم اللي كنت بدلت بهم هكا اللي دايره فوق البلاك، هادو اللي تتكون فيهم كويزين، راه كاين عنده هكا صال دو بان كل وحده شنو مكتوب فيها شفتيهم،
راه كاين هكا بزاف ديال الشكيلات. هانتوما هادو ب 25 درهم. هادو البنات حيت ديال الام تي اف ياك منير، هادو ام تي اف، هادو حيت ديال ام تي اف، والاخرين راه دايرين بحال واحد هادو واش مصاوبين منير؟ الفوم بحال قومه، بحال قومه الاخرين اللي كيلصقوا في الثلاجه. والمهم البنات راه بالنسبه لمنير راه كيبيع حتى البابي بان، راه كنشاركوا معكم بزاف ديال المرات. كاين في شارع التوب، كاينه البنات صيدليه تريما في الزنقه، الزنقه اللي انفاس مع صيدليه تريما، الا دخلتوا كتلقاو المحل ديال منير. ها وكاينه هاد السيده، هادي منير بشحال هاد السيده هادي هاد اختي، هاد اختي ما تباعش ليا انا، لا ما نبيعكش اختي، ما نبيعكش الله يا اختي، نبيع صاحبتي الغزاله وصافي البنات. المهم هادشي اللي كاين دابا، منير كيقاد لي هذيك كيجمع عليا ان شاء الله باش غناخذها، ودابا نقد معكم الكليسه ديال البالكون. صافي قلت لكم هذا داك ما بغيت ناخذهم، ولكن دابا غناخذهم اختي، عجبوك؟ حيت عجبوني، ما عنديش شي حاجه مغيره، نزيد نوريهم ليها شنو عنده. صراحه عندي داك الشيء زوين، شوفوا عنده هادو مربيين هكا، عنده هادو، هادو راه هما بحال ديالي شتي ماما. انا اختي سميم عند واحد السيده حدايا هنايا، صراحه عنده موديلات زوينين والثمن، الثمن جد مناسب، الثمن داير ثمن، الثمن مناسب، الثمن داير ثمن. نمشيو ليا عرفتيني كنت عنده حتى ليا، نشوف شوفوا هذا العشاق الملك السواد منمر طبيصيل ديال النمر فين بشحال هذا؟ 20 درهم. وعاد عنده هذا الشيء الصغير بحال هكا، راني اللي كنصور للسواد خدامه فاطمة الزهراء معايا الله يحفظها. نشوف نوريكم الهيه شنو عنده داك الشيء غزال. شوف هاد الفريريقه، شوف هادي السعاد، هادي البنت قد قد بحال بنت وماما، هادي زوينه كتحمر فيها هكا اللي في الكويت الله ما يتحط فن زهره ما شاء الله كتحمر. هادي هما هادي، واو هادي شتي حتى هادي حمقاتني هاد البونبون. وشوفي هادي، هادي راه بالروبين من الهيها عندها الروبين ديالها. شوفي شوفي صراحه عندهم مينات فني، هادي هادو راه بلاستيك. شفتي هادو كلهم بلاستيك طويجين. وشوفي هادي فريريقه تاعها طيب ما شاء الله. شوفي هادي هادي اللي كتكتبي فيها هنا، المهم راه عندهم مهنه زوينه. هذا جا في شارع تشوب، جا السيد اللي كيدير واحد السيد كيدير العصير راه مشى ما كاينش، المهم تجيو عنده وراه عنده داكشي زوين. والمهم البنات هنايا غنسدو معكم ان شاء الله لا فيديو، ولكن قبل البنات الصراحه ما كنتش باغا نقولها، ولكن غير باش حتى نتوما بقاو تردوا بالكم. فتصوروا البنات مشينا خديت هذيك راية ديال اللي بغيت ندير في البالكون من عند منير، دزنا عند داك مول المعنات، جاب الله البنات فاطمه الزهراء كانت كتصورني بالتليفون مشارك. عرفتي دابا كنفكر انا تليفونكم شالي، زعما كون شالي التليفون كون مشكله بكل صراحه، يعني فيه القناه ديالي، فيه بزاف ديال الحوايج. هذاك يلا البارح ما البارح هضرنا على هذا الموضوع، قلنا ضروري خصني يكون عندنا جوج تليفونات، واحد ديال التصوير وواحد يكون فيه القناه. صافي البنات شويه تحركنا، فاطمه الزهراء بغات تمد لي التليفون باش نديرو في الساك، لقيت ساكي محلول ها نتوما مع الساك، عندي ما كاين لا سلسله لا والو، ولقيت البزطام ما كاينش، يعني مشى ليا البزطام. والحمد لله ان حتى البزطام اللي عندي فيه البيرمي ولا كارت وداكشي، ملي ما كنكونش غنهز الطوموبيل ما كنهزوش، يعني كنهز غير بزطام صغير كندير فيه الفلوس باش غنتقدا. هذا البليصات اللي عندك راه يلا كتقول لي بخلي هنا باش ناخذ هذا باش ناخذ، والله الا كنت باغا نتقدا شحال من حاجه، كنت باغا ندوز ناخذ واحد التوب كان خاصني ساعة الخليفة على الله. الحمد لله اللي نقول لكم البنات والله اش كيفاش عرفتوا فاطمه الزهراء مسكينه بقات كتبكي تعصبات. لا لا ماشي هكاك، ما رديناش ما عرفناش، انا كنصورها باش تحط باش الفيديو كنصورها، ما عارف دابا المشكله سعاد تصاك اختي ما فيهش السلسله. سهل انه داغي تحل، وفيه هاد السداده هادي يعني داغي الانسان واخا يحلو ما غاديش. علاش انا ما كنظنش سعاد اختي كان حدانا شي راجل، ما كنظنش غنكونوا تبدينا كنتوشاو هي في الزحام، يعني ماشي ملي كنا في الطابله، في الطابله ما كاينش كانوا معنا غير عيالات، كانوا غير العيالات، وزعما ما كانتش الدنيا عامره لديك الدرجه ديال بنادم غادي يزعم يحل الصال. مني كنا داخلين يلاه بدينا محركين في شارع التوب كاين الزحام،
هي تقول لي فاطمه زهره هاكي هاكي التليفون ديري في الصاك، لقيت الصاك محلول عرفتي غير لقيت الصاك محلول عرفت صافي. شوفي خدينا الماء في الركابيه عاد تفقصنا تمشي عليا حتى الخاطر باش نكملوا الفيديو ولا والله العظيم، ولكن ماشي مشكل. المهم بغينا نقولوها لكم البنات ماشي على شي حاجه، طلبوا الله يعوضنا خير الحمد لله. تفوت غير راس وتجي فاش بغات، ولكن البنات بقاو تردوا بالكم هكا ملي تكونوا في البلايص اللي فيهم الصاك يكون في السلسله ويجي الصاك يكون ديما في السلسله. بصح حنا نيتنا زوينه ولكن كاينين الشفار الله يهديهم الله يهديهم. وهذا ما كان البنات، وهنايا غنختموا معكم اختي هاد لا فيديو، غنقولوا لكم السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.